ومباشرة من لاهاي ينضم إلينا السيد زياد تايم، أمين سر حركة فتح. مرحبا بك سيد زيد. أهلا وسهلا أهلا بك، تحياتي لك ولفضائيتكم المحترمة الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشباب إن آمين شاء يا رب. الله. سيد زيد، يعني ربما نتنياهو في انتظار مذكرة الاعتقال، هو وبعض من رموزه من المتطرفين، لأي مدى هناك أثر مباشر على نتنياهو وحكومته، أو ورقة ضغط عليه وعلى حكومته نتيجة لصدور هذه المذكرة وتفعيلها على الأرض؟ سيدي، أولا المحاكم الدولية هي محاكم دولية قامت على أساس القانون الدولي، إن كان محكمة الجنايات أو العدل أو الأمم المتحدة أو أي مجلس حقوق الإنسان. أي قرار قرار ملزم، وأنا أعتقد أنه الدليل على أنه هذا القرار سيكون مؤثرا كثيرا جدا، لأنه صدرت المذكرة المبدئية من أجل إصدار القرار، والضغط الكونغرس الأمريكي والتهديد إن كان لكريم خان أو بعض أعضاء مجلس الذين هم في محكمة الجنايات الدولية أكبر دليل على الاصطفاف الأمريكي الغير مسبوق إلى جانب هذا الاحتلال الذي يرتكب كل المجازر ضمن التقارير الأممية وتقارير حقوق الإنسان وتقارير السيد غوتيريس والإيرو متوسط لحقوق الإنسان الذي تحدث أمس عن أشياء يندى لها جبين البشرية من حقن للأسرى الفلسطينيين بحقن يظهر بعد ذلك ندوب ويظهر بعد ذلك أشياء في أجسامهم غريبة. أنا أعتقد كل هذه التصرفات، استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، الإساءات، ضرب الجامعات، المستشفيات، المياه، سياسة التجويع الذي يمارسها هذا الاحتلال، أعتقد هذا شيء طبيعي أن تأخذ قرار محكمة العدل الدولية لإصدار، وإلا ستسود شريعة الغاب. يجب أن تأخذ قرارا بحق هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا كل المجازر وكل أشكال القتل والإرهاب وحرب الإبادة الجماعية. وهذا تحدث به حتى بايدن الداعم الأول لهذا الاحتلال، قال إن غزة بخلال هذه الفترة خسرت كثير من الأطفال والنساء والشيوخ والأطفال. أكيد هؤلاء ضربوا بأسلحة أمريكية، بأسلحة كان هناك جسر جوي كثير وكبير جدا. أو أما على صعيد أنه هذه القرارات وتفعيلها يجب تفعيلها، وأنا بدي أقول لك شيء واحد مهم جدا، أنه القانون الدولي يجب أن يأخذ مجرى إما الآن أو لاحقا بعد شهر بعد أسبوع، ولكن هو يعلم نتنياهو وحكومته إن كانت الذي حلها أو الحكومة المصغرة أو مجلس الحرب المصغر الذي ينوي عمل شيء آخر، لأنه هو يريد القرار أن يكون بيده، لأنه يعلم جيدا أنه سيذهب إلى محاكمة داخلية وسيذهب إلى محكمة العدل الدولي، محكمة الجنايات الدولية للاقتصاص منه لارتكاب مجازر حرب ضمن بينات. طب من حضرتك تحدثت عن أحوال الأسرى وما يتعرضون له في سجون الاحتلال، ربما هم وهم يواجهون هذه الظروف الصعبة على شتى الأصعدة، أيضا الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع، أيضا يرتكب جرائم طبية بحق الأسرى الفلسطينيين مثلما ذكرت. كيف يتم إيقاف هذا الأمر، خاصة حتى يعني الأسرى لدى حركات المقاومة الفلسطينية نجدهم لا يعاملوا مثل هذه المعاملة ونحن في حالة حرب مع الكيان المحتل؟ الفرق بيننا وبين الاحتلال أن نحن كفلسطينيين أو كمسلمين نؤمن إيمان قاطع أن الأسير هو يفترض أن يأخذ كل الرعاية الكامل، هو أسير ولا يقتل، بينما الاحتلال يقتل الناس بالتجويع وبممارسة كل أشكال الإرهاب. هذا ضمن تقارير أممية، ضمن تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي تحدث عن كل ممارسات الإرهاب، كم أسير استشهد في المعتقل من آليات التعذيب ومن مستشفيات. الاحتلال كل ما يمارس آلة الضغط وآلة التجويع، أنا أعتقد أنه لن يثني الشعب الفلسطيني عن تحقيق آماله وطموحاته في تحقيق دولته. عندنا آلاف مؤلفة، كان عندنا 8000 أسير سابقا ما قبل 7 اكتوبر، الان فقط من خلال من 7 اكتوبر اليوم 9000 اسير اضافي الى شهداء كثيرين. الضفه الغربيه وتعاني ما تعاني، غزه كذلك الامر، وانا اسلفت لك ان
التقارير أممي للإيرو متوسطي لحقوق الإنسان تحدث عن حقن الأسرى بمواد تظهر ندوب معينة. هذا دليل عدم احترام للقانون الدولي الذي قالها نتنياهو مرارا وتكرارا أننا لا نحترم حقوق الإنسان ولا نحترم أي شيء. وأنا بدي بس ألفت نظرك لموضوع بسيط ضمن سياق الأسرى وضمن سياق القضية الفلسطينية. بعد قرار محكمة العدل الدولية، أول قرار اتخذوه أستاذ هو وقف الدعم عن الأونروا، وأول دولة أمريكا رغم أنه هذا قرار دولي ضمن قرار 194 الذي أتى على حق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير. هاي مسألة هامة جدا. اليوم يتعرض شعبنا في غزة إلى تجويع، إلى سياسة تجويع، إلى سياسة الأسر، إلى سياسة الإرهاب. وأتى كذلك الأمر ضمن تقرير للأونروا، أكثر من 50,000 طفل في غزة يحتاجون إلى غذاء لأنهم يعانون من مجاعة حقيقية. كل هذا يحاول الاحتلال أسر كل الشعب الفلسطيني ضمن أشياء معينة. وأنا بدي أطرح شيء بسيط، لماذا لا يفتح معبر رفح الذي تتكدس السيارات أمامه بآلاف مؤلفة؟ لأنه نحن نعلم أن مصر هي الرئة الجنوبية الغربية للشعب الفلسطيني، ولا يوجد معبر على فلسطين إلا مع هذا المعبر الذي يحاذي دولة مصر الشقيقة من أجل تقديم كل أنواع المساعدات لشعبنا الفلسطيني. اليوم لا، نحن بنشوف أنه هذا الكيان الصهيوني يمارس الإرهاب، يمارس السطو، يمارس الضرب البنية التحتية، يمارس سياسة التجويع، يمارس الأسر، يمارس كل أشكال الإرهاب. وأسمع ماذا يقول سموتريش وماذا يقول بن غفير وماذا يقول نتنياهو وكل قادة من العسكريين الذين تفننوا بكل آليات القتل وآليات الإرهاب في طيب سيد زيد، ألا يوجد يعني أي رقابة دولية على ما يدور في سجون الاحتلال خاصة، وتوترت أنباء عن وجود سجون سرية يتم أخذ المواطنين الفلسطينيين حتى في الضفة الغربية، إضافة إلى الاعتقال الإداري، وبعد الاعتقال الإداري يتم هدم المنزل للشخص الذي تم أسره، وأحيانا يقتادوهم إلى أماكن لا يعرف أين هذه الأماكن، إضافة إلى السجون السرية التي ذكرتها لحضرتك؟ من يتابع هذا الأمر؟ من يحرك هذا الملف؟ من يدعو إلى مراقبة أو متابعة يعني هؤلاء المختطفين قسريا من قبل قوات الاحتلال أو المحتجزين إداريا؟ مجالس حقوق الإنسان تتابع عبر الصليب الأحمر، إضافة إلى ذلك عندنا اللجان موجودة ووزارة الأسرى الفلسطينيين الذي تتابع الأسرى بشكل متواصل وتقوم بإحصائيات وتقوم بتوثيق آليات وكيفية التعذيب. وآخر مرة آخر من فترة قريبة جدا حاولوا الاحتلال بقرار من المجرم سموت بن غفير وزير الداخلية الذي حاول منع حتى زيارة الأسرى، وهذا يتعارض مع القانون الدولي. أعتقد اليوم أستاذي مطلوب من المؤسسات الدولية التطبيق القانون الدولي الذي يراعي هذا الموضوع بخصوص الأسرى الفلسطينيين الذين تعرضوا إلى إرهاب حقيقي، كما يتعرض أهل غزة 2.5 مليون ضمن سجن مفتوح، يتعرضوا إلى كل أشكال الإرهاب. وفي الضفة الغربية ليس أقل من أنه يمارس هذا الاحتلال كل أشكال الإرهاب الحقيقي ضد أبناء شعبنا من فلول المستوطنين الإرهابيين. الأسرى الفلسطينيين يعانوا كثيرا، ويحاول الاحتلال ممارسة كل أشكال التعذيب وكل أشكال الأسر من خلال الحبس الانفرادي وخلال ممارسة كل أشكال بعيدا عن الكاميرات وبعيدا عن الأشياء الأخرى، ولكن يتحدثون أسرى عند لقائهم بمحاميهم أو عند لقائهم حتى بالزيارات التي تمنع في كثير من الأحيان. وإذا قام أي أحد مثل ما تفضل يهدم بيته وتعرض أسرته للتهجير أو للترحيل. أنا أعتقد هذا الكلام كله يندى له جبين البشرية. وأنت تعلم سيدي كذلك الأمر، حتى وجود الوزارة الجديدة الذي يقودها الأستاذ محمد مصطفى الذي أتت بناء على قرار من الرئاسة الفلسطينية، أنا أعتقد حتى لا يوجد لها يعني مجالا أو يعطوها مجالا حتى في أقل التفاصيل، على العكس تماما. حتى عند ما قال الرئيس أننا سوف نبقى عندنا قرش واحد سوف نقدمه للأسرى والشهداء، هذا إلزام، هذا شيء طبيعي، لأن الأسرى والشهداء وجرحهم وسام على صدر كل إنسان حر، وسام على صدر كل إنسان فلسطيني.
وانا اعتقد انه كل هاي الامور تدرج تحت بند الارهاب وممارسه العنف الغير مسبوق. نعم. اضافه ايضا سيد زيد، ان الاحتلال يستخدم المحاكم العسكريه لشرعنه عمليات الاحتجاز الاداري كسياسه عقابيه بحق الفلسطينيين، يعني كيف يمكن ايضا يعني التصدي لهذا الامر؟ في اي اطار من الممكن ان توقف عمليات الاحتجاز العشوائي هذه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي؟ أصلا الشيء المؤسف أن بالقانون الدولي أصلا لا يوجد شيء اسمه الاعتقال الإداري. الاعتقال الإداري 3 شهور ويمدد وممكن أن يصل إلى 6 أشهر بدون أي محاكمة، وهذا شيء يتناقض مع القانون عمليا بصراحة. وهم يعني يحاولوا أسر أي شخص يتعارض معهم أو لا يعجبهم بصراحة بكل بساطة. ولاحظ ماذا يحدث في الضفة، يعني بن غفير سرح يعني سلح 200 ألف مستوطن يقومون ويعتون فزادا. لاحظ ماذا يفعل بالقدس، بطول كرم، بنابلس، بكل أشكال. الحل الأمثل والأفضل هو المنظمات الدولية التي توثق، إضافة للمنظمات الفلسطينية التي تعنى بحق الإنسان والأسرى والشهداء، وتوثيق الجرائم الذي يرتكب هذا الاحتلال ليلا نهارا ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وتقديمها إلى المحاكم الدولية كما قامت مجموعات كثيرة من الفلسطينيين وحتى السلطة الوطنية إلى 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 محكمة الجنايات الدولية وإلى محكمة العدل الدولية. أنا أعتقد اليوم مطلوب منا توثيق كل شيء، لأنه هم يختصروا علينا كثير من الأشياء، لأنه هم يقومون بتصوير جرائمهم الذي يندى لها جبين البشري والذي يتعارض مع القانون الدولي. أستاذي العزيز، كل ما يقوم به هذا الاحتلال يدرج تحت بند واحد، ألا وهو حرب الإبادة الحقيقية الذي يتعارض مع القانون الدولي. وأتمنى أن يرى العالم بعينيتين اثنتين. لاحظ الأستاذ جيمس البليونيسيف قال أن هذه الأطفال، هذه الحرب الذي يخوضها جيش الاحتلال أصبح بالنسبة لهم، لم يحدث بتاريخ العالم أن تعرض أطفال ونساء ورجال إلى مثل هذه الحرب، وخصوصا في غزة. هذا كله تقرير دولية، ولكن نتنياهو وبايدن وكثير لا يعترفوا حتى بالمؤسسات الدولية، لا بمحكمة العدل الدولية وبمحكمة الجنايات الدولية، ويفصلوا القانون على مزاجهم. أعتقد أن القانون سيحاسبهم عاجلا أم آجلا إن شاء الله. إلى متى تستمر الحرب سيد زيد؟ يعني الكثيرون يتساءلون حول هذا الأمر، خاصة مع قدرة حركات المقاومة على استنزاف طاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الانقسامات الداخلية فيما بين يعني الجانب السياسي والجانب العسكري في هذا الإطار. يعني نحن بالنسبة لنا أول شيء وحدتنا الوطنية واحد شيء مهم جدا، هذا تجسد على الأرض. الحرب الآن على الشعب الفلسطيني كله، ليس على جهة معينة. الدليل على ذلك وصول أعداد إلى 37,347 ألف شهيد، وأكثر من 35,372 جريح، وأكثر من 15,000 مفقود. هؤلاء من الشعب الفلسطيني، ما يتعرض له الضفة الغربية والقدس من الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد وقف الحرب، أولا يجب وقف تصدير الأسلحة إلى هذا الكيان الصهيوني من الدول التي تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك الالتزام بالقانون الدولي، لأنه الاحتلال ينفذ جريمة بحق الإنسانية في فلسطين، جريمة ممنهجة، جريمة تمنع وصول حتى المساعدات وتمنع وصول كل الأشياء ضد الشعب الفلسطيني. وأنا بقول لك بكل صراحة أنه يجب على هذا الشعب وعلى هذه على كل هذه المؤسسات الدولية أن تنتصر للحق الدولي ولحقوق الإنسان. ويجب على هذا العالم أن يرى بعينتين اثنتين ولا يغض النظر عن، لأنه إذا غض النظر الآن سوف تحدث أشياء كثيرة في دول أخرى، ويقوم الاحتلال أو يتسع نطاق الصراع يعني. أشكرك سيد زيد تيم، أمين سر حركة فتح، كنت معنا مباشرة من لاهاي.